استعداداً لاستقبال مهرجان الوراقين للكتب المستعملة بدورته الثامنة، بدأت مدينة الشارقة للخدمة الإنسانية بتنظيم عملية فرز وتصنيف وتسعير الكتب المتبرع بها ضمن لجنة مختصة من المتطوعين بمقر المدينة بمنطقة اليرموك وبحديقة الناصرية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بشكل يومي حتى بدء المهرجان بمقر المدينة. بعمل هنا متطوع في فرز وتصنيف الكتب، ونحط بعد كده عليها الأختام والتسعير، وبعد كده بنحطها في كراتين استعدادا لمهرجان الورقين. الموضوع ده بيتم بصفة يومية ما عدا يوم الجمعة، وبنبقى متواجدين هنا كل يوم عشان خاطر نقدر ان احنا نعمل المهمة دي. يتم استقبال الكتب والتبرعات في مقر مدينة الشارقة للخدمة الإنسانية، بحيث تصنف الكتب على أساس المواضيع المختلفة، ويتم نقل الكتب التالفة لإعادة التدوير البيئي بالتعاون مع شركة بيئة. أما الكتب الصالحة فيتم عرضها على أرفف المعرض حسب العناوين، ويتوقع فرز ما يقارب نصف مليون كتاب. من ثم تبدأ عملية تسعير الكتب حسب جودة وحجم الكتاب وأهميته بالنسبة للقارئ، بحيث يتمكن الزائر من الحصول على كتبه حسب اهتماماته بسهولة ويسر وبأسعار في متناول الجميع. التطوع يعني حب الكتب، ويعني أنا حابة أن أنا أشترك طبعا في تطوع سوق الوراقين، لأن ده يعني حاجة مهمة جدا وحاجة بتدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. كمان شغل أوقات يعني بشغل أوقات فراغي بحاجة مفيدة، يعني اللي هو أن أنا أجي أشوف الكتب واللي هو التسعير والتصنيف واتعرف على كذا مجال في الكتب يعني وكده. دي حاجة شخصيا بتفيدني، وفي نفس الوقت يعني بحس ان انا بدعم، يعني بكون جزء من دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودي حاجة انا فخورة بيها جدا. يعني استعدادات مهرجان الوراقين تعبر عن حرص مدينة الشارقة للخدمة الإنسانية لتعزيز قيمة الكتاب وتأكيد الثقافة والعلم في إمارة الشارقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر حول استعدادات مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية للدورة الثامنة من مهرجان الوراقين للكتب المستعملة، يسرنا الترحيب بضيف الاستديو الأستاذ عبد الناصر أحمد درويش، وهو رئيس لجنة الفرز والتسعير والتصنيف والعرض بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. مساء الخير أستاذ عبد الناصر، حياك الله معنا. أهلا وسهلا. يعني بالتأكيد يأتي هذا المهرجان ليخدم أهداف إنسانية، أهداف ثقافية تعود بالنفع على منتسبي المدينة على وجه الخصوص والمجتمع عموما. سؤالي يعني حدثنا عن أبرز الأهداف التي سعت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لتحقيقها من خلال تنظيم هذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عدنا والعود أحمده بعد انقطاع لمدة سنة. طبعا منذ نشأة مهرجان الكتاب المستعمل، هذا كان مسماه مهرجان الكتاب المستعمل، الآن بعد افتتاح سوق الوراقين تم تسميته بمهرجان الوراقين للكتاب المستعمل منذ 2006. ووضعنا أهدافنا، كان الهدف الأول هو إيجاد طريقة مبتكرة لتوفير الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة وبرامجهم في داخل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. الهدف الثاني التوعية، طبعا التوعية بالإعاقة، التوعية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والتعريف في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والخدمات اللي بتقدمها على منذ 1979، وتوعية المجتمع بأهمية دعم هذه الفئة. الهدف الثالث والمهم أيضا اللي هو نشر ثقافة الكتاب، القراءة، العودة إلى القراءة للكتاب الورقي، أيضا إعادة التدوير، إعادة تدوير بيئي للكتاب، للأوراق الغير صالحة للاستخدام، بالتعاون طبعا مع بيئة هي اللي
تأخذ هذه الكتب وتعيد تدويرها، وإعادة تدوير طبعا الثقافي والمعرفي بين الأشخاص، حتى يعني لا يظل الكتاب مركون ويظل الكتاب في مكان واحد لا يستفيد منه أحد إلى أن يأكله زي ما بقولوها العثث أو والحمد لله رب العالمين، يعني في إقبال، الناس استحسنت الفكرة وتتبرع بالكتب دائما، وتفضل الآن أن تتبرع بهذه الكتب وانتقالها من يد إلى أخرى أفضل من بالنهاية وضعها في رف واحد. أيضا التطوع، بث روح التطوع، تعزيز روح التطوع عند الأشخاص خاصة فئة الشباب والأطفال، أيضا بيتطوعوا في بوقتهم خلال فترة التجهيزات هذه في هذه اللجنة التي تبدأ أصلا عملها قبل 6 أشهر من بدء المهرجان، لأنه احنا في عندنا كمية هائلة من الكتب وتقدر يعني بنصف مليون كتاب سيتم عرضه إن شاء الله في الأول من فبراير إلى الرابع من فبراير إن شاء الله على بحيرة خالد في حديقة النخيل بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. يقام المهرجان مرة كل عامين صحيح؟ المهرجان نعم. طيب، كل عامين يعني مرة. يسبق انطلاق المهرجان الكثير من الجهود والتحضيرات الخاصة بالاستعدادات اللازمة لانطلاق هذا المهرجان. سؤالي، ما هي مراحل الإعداد لانطلاق هذا المهرجان؟ طبعا يتم الإعداد منذ فترات يعني من طويلة، يعني مثلا هذه اللجنة التي أرأسها لجنة الفرز والتصنيف أحد اللجان والتسعير والعرض والبيع تبدأ تقريبا يعني منذ أكثر من سنة، يعني تبدأ عملها تدريجيا إلى أن تصل لمرحلة 6 شهور يكون العمل فيها مكثف، تحضير التسعير والتصنيف والفرز، أهم شيء الفرز الكتب وإعادة تدوير الكتب. هناك تحضيرات أيضا بالنسبة للمدارس ومشاركات المدارس، هناك لجنة لاستقطاب المدارس الحكومية واستقطاب المدارس الخاصة أيضا، بحيث أنه يتم دعوتهم للتبرع بالكتب الطلبة أيضا للتطوع بنفس الوقت. هناك لجنة استقطاب الجاليات، لجنة استقطاب المؤسسات أيضا تدعوهم أول شيء للتبرع بالكتب المستعملة، والتطوع أيضا. هناك إعلانات موجودة للتطوع في لجنة الفرز، موجودة في معظم مؤسسات حكومة الشارقة وفي مركز الشارقة بالذات، مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، والحمد لله رب العالمين يعني استقطبنا عدة متطوعين. هناك لجنة التجهيزات الدائمة هذه اللي تجهز المكان، تجهز الخيم، تجهز الطاولات، تجهز مكان العرض، تجهز الفعاليات. هناك لجنة الأنشطة والفعاليات أيضا اللي هي يعني ممثلة في أكثر شيء مركز فلج اللي هو الفن الجميع، يقدم فقرات، يقدم ورش فنية، ورش تراثية أيضا بالمشاركة مع المدارس والمعاهد وبعض المؤسسات. جميل. عملية فرز وتصنيف هذه الكتب تخضع للعديد من المعايير والاشتراطات حتى تحدد صلاحية هذا الكتاب المقرر عرضه في هذا المهرجان، مهرجان الوراقين للكتب المستعملة. ما هي المعايير الخاصة بالفرز وما هي المعايير الخاصة بالتصنيف كذلك أستاذ عبد الناصر؟ طبعا نحن العملية الأولى هي عملية الفرز، هي عملية فرز الكتاب الصالح للعرض والبيع عن الكتاب غير الصالح. طبعا الكتاب غير الصالح له عدة معايير، يعني أول شيء الكتاب التالف اللي لم يعد صالح للاستخدام يتم إعادة تدويره بالتعاون مع بيئة، أيضا الكتاب اللي موضوعاته تتعارض مع معاييرنا الأخلاقية ومعاييرنا الدينية ومعاييرنا الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكتب المحظورة كلها طبعا يتم استبعادها ويتم إعادة تدويرها دائما. الآن يتم تسعير الكتاب حسب وضعه بحيث انه جودته، بحيث انه بيكون جديد احيانا، معظم الكتب تيجي جديده على فكره، يعني احيانا هناك اشخاص مثلا يقتنون الكتاب لمجرد الاقتناء فبيظل بحالته العاديه، وهذا من حظ المشتري اكيد، من حظ المشتري اللي بيجي على المهرجان. رواد المهرجان معروفين بشغفهم للقراءه مهرجان الكتاب المستعمل. ايضا يعني
هناك عدة معايير، حالة الكتاب، موضوع الكتاب، مؤلف الكتاب أيضا، مدى احتياج وطلب هذا الكتاب. طبعا هذه الأسعار، مع ذلك الأسعار لا تخضع، يعني هي يعني بمتناول الجميع، لا تعجز أحد. وإحنا بنركز على فئة الأطفال، فئة الأطفال نوفر لها كتب بأسعار الحمد لله رب العالمين رمزية، رمزية جدا جدا جدا. جميل. طيب، أسعار الكتب تنافسية بحيث أنها تعتبر الأقل بين يعني المكتبات المنتشرة في أنحاء الدولة؟ طبعا أكيد طبعا. إحنا يعني يبدأ تسعير الكتاب من درهمين، من درهمين، وقد يعني قد يصل أكثر من 20 درهم، نعم، ولكنه لن يتجاوز في معظم الأحوال 30 درهم أو 40 درهم حسب جو. يعني هناك كتب، يعني هناك كنوز حقيقة، كنوز نجدها بين هذه الكتب المتبرع فيها، قد تأخذ يعني سعر ولكنه ليس عالي. يعني أعتقد بعد الحسابات وجدنا أنه نبيع الكتاب بأقل، يعني لا يتكلف المشتري 10% من ثمنه الأصلي. فعلى سبيل المثال كتاب ثمنه 100 درهم يباع ب10 دراهم أو ممكن أن يكون ب5 دراهم. فالسعر في متناول الجميع. هدفنا ليس ماديا فقط، ليس تجميع المال زي ما بقولوها، وإنما فتح مكتبات منزلية. يعني يستطيع أي شخص أنه يفتح مكتبة منزلية الآن بمبلغ بسيط جدا. يعني ممكن أنت تروح السوبر ماركت تصرفه بسرعة 500 درهم ل1000 درهم، صح. لكن تفتح مكتبة دائمة في بيتك اللي حتنمي قدرات أطفالك، تنمي قدرات الشباب والناشئة داخل البيت، تختار لهم نوعية الكتب اللي تتوافق مع معاييرنا. وأيضا روح الكتاب الورقي، الكتاب الورقي بيظل في الروح دائما. وإحنا الحمد لله أثبت هذا المهرجان وسوق الورقين أيضا أنه الكتاب الورقي لا زال مرغوب مرغوب مرغوب. صحيح. طيب، يعني طوال هذه السنوات، بداية المهرجان كان في عام 2006 نعم. ولغاية اليوم 8 دورات، صحيح؟ هذه 8 دورات بإذن الله. جميل. طيب، يعني كيف ساهم هذا المهرجان في تحقيق الأهداف المرجوة التي سعت من خلالها المدينة، مدينة شارقة الخدمات الإنسانية، إلى تنظيم هذا المهرجان؟ هل بالفعل استطاع تحقيق أهدافه؟ يعني أولا هدف الدعم المادي، نعم، هدف الدعم المادي سواء من بيع الكتب أو من الرعاية، من الرعاية من المؤسسات، نعم. يعني إحنا نستطيع بهذه المبالغ كل سنتين شراء الأجهزة والتقنيات المساندة للأشخاص من ذوي الإعاقة، دعم برامجهم بشكل دائم. الهدف الثاني اللي هو الثقافي والتدوير الثقافي بين والمعرفي بين الناس. طبعا هذا الكلام يعني مؤكد 100%، لأننا تقريبا خلال هذه 8 دورات على الأقل تم بيع يعني من 1.5 إلى 2 مليون كتاب. ما شاء الله، تم تداول هذا الكم من الكتب. لو حسبنا كل دورة فقط 200,000 كتاب، وأنا أعطيك أقل الاحتمالات في هذا. طبعا تداول هذه الكتب بين بين الأشخاص وبين القارئين وبين الأطفال، يعني شيء رائع بنعتبره إحنا. تمكينهم من أسعار يعني قد يكون يعني يرغب شخص بقراءة كتاب أو باقتناء كتاب قد يكون 800 إلى 200 درهم لا يستطيع، فتجده ب10-20 درهم في مهرجان فرصة الكتاب المستعمل. عادة التدوير كان طبعا كميات كبيرة من الورق، من الورقيات التالفة، من الكتب التي لا تتفق مع معاييرنا، كلها يتم إعادة تدويرها وإعادة استعمال هذا الورق عن طريق بيئة في إمارة الشارقة. عاد عن هيك إحنا كنا أيضا يعني إحنا عارفين توجه إمارة الشارقة، توجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الثقافي، يعني الإمارة المثقفة والمثقفة، صحيح. إحنا كان إنا يعني أخذنا دور بسيط ولو بسيط في عملية نشر الوعي والقراءة ونشر الثقافة وجميع أنواع المعارف على الجمهور، وإحياء إحياء زي ما بيقولوها الكتاب الورقي. بكلمة الورقين أحيانا إحنا
يعني أحيانا مهنة قد تكون دفنت منذ زمن، ولكنها الحمد لله بفضل هذا الكتاب الورقي الذي لا زال موجود ولا زال ينشر، نحن الحمد لله ساهمنا ولو بجزء بسيط في إمارته. وهذه يعني تعتبر بالنسبة لنا مشاركة مجتمعية ومساهمة من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تقدمها لإمارة الشارقة المثقفة والمثقفة العظيمة. جميل. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني لا شك بأن هذا المهرجان منذ دورته الأولى في 2006 وحتى الدورة الثامنة يخضع للتجديد والتطوير المستمر في محتواه وفي مضمونه كذلك. بدأ مهرجانا للكتب المستعملة ثم أصبح مهرجان الوراقين للكتب المستعملة، ما هي الإضافة التي تحققت طوال هذه السنوات؟ أول شيء الإضافة تم، يعني أول شيء يمكن بدأنا بشكل بسيط في المهرجان الأول، أنا بتذكر يمكن كان لدينا 100,000 كتاب أو 150,000 كتاب، وكان أظن الدورة الأولى كانت في قناة القصباء أيام ما كانت قناة القصباء، لغاية الآن لم تطور والحمد لله الآن نرى قناة القصباء. التطوير الثاني أنه زيادة عدد الجمهور، نشر الوعي. التطوير الثالث اللي هو سوق الوراقين نفسه الدائم والثابت كل شهر، في السبت من الأول من كل شهر هناك سوق الوراقين، طبعا بناء على رغبة الزوار المهرجان، قالوا احنا يعني لا نريد الانتظار من سنة إلى سنتين للحصول على الكتب، نريدها بشكل دوري. فكان التطوير في بافتتاح سوق الوراقين داخل مقر مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والحمد لله رب العالمين الإقبال عليه ممتاز. نستطيع أن نقول يعني ممكن في خلال هذا الشهر نبيع من 3,000 إلى 4,000 كتاب، وهذا عدد لا بأس فيه من جميع أنواع المعارف، يعني هو مكان قد يكون صغير نسبيا ولكنه يتسع لجميع أنواع المعارف والثقافة العامة جميعها، علمية أدبية تاريخ، جميع أنواع الكتب موجودة داخل هذا السوق، سوق الوراقين اللي هو في السبت الأول إن شاء الله من كل شهر. وعدد يعني عدد الزوار الحمد لله رب العالمين في هذا اليوم من 9 صباحا إلى 8 مساء يتجاوز أحيانا 300 إلى 400 فرد، وهذا عدد لا بأس فيه. وهناك أناس مداومين يوم السبت الأول من كل شهر على الحضور ومواظبين على الحضور للحصول على الكتب، وكل شهر الحمد لله هناك مواضيع مختلفة عن الشهر الذي قبله. جميل. طيب للتذكير مرة أخرى نذكر السادة المشاهدين بمكان إقامة هذا المهرجان، أين سيكون المكان؟ إن شاء الله سيكون المهرجان في مكانه المعتاد على بحيرة خالد في حديقة النخيل بجانب مسجد النور من 1 إلى 4 فبراير من الصباح إلى لغاية من 10 صباحا إلى لغاية 10 مساء طوال الأربع أيام، وستم تزويد المهرجان بالكتب يوميا بتزويده وتجديد الكتب وعناوين الكتب. لدينا أكثر من 500,000 كتاب، ولا أريد أن أبالغ، أقل شيء 250,000 عنوان سيكون إن شاء الله معروض في هذا المهرجان، مهرجان الوراقين في نسخته الثامنة. جميل. هل يوجد توجه لدى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لأن يصبح هذا المهرجان هجينا بحيث يكون حضوريا في مكان معين وإلكترونيا لمن يرغب كذلك في يعني اقتناء مثل هذه الكتب؟ والله احنا بدأنا هذه الخطوة بالتعاون مع منصة، منصة إلكترونية يتم تزويدهم بالكتب وهم يبيعون الكتب لصالح مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وهناك تفكير من يعني من الاتصال المؤسسة بإنشاء منصة إلكترونية لبيع الكتب، ولكن تحتاج إلى ترتيبات، أنت تعلم توصيل الكتب وهذه أشياء يعني، ولكن الحمد لله نحن نفكر فيها. جميل. لكن دائما نحن نفضل في مهرجان الكتب المستعمل، الكتاب المستعمل، حضور الناس، اختيار كتبهم بطريقة يعني بطريقة هيك بسيطة جدا، بحيث أنه من يرغب بشراء كتاب بالنهاية سيشتري 10 أو 20 كتاب أكيد من مختلف المواضيع. صحيح. يعني أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. أمين. في هذا المهرجان الذي بدأت استعداداته مبكرا، وبإذن الله تبقى عليه يعني
شهر تقريبا، شهر تقريبا للبدء ان شاء الله، اعتبارا من الاول من فبراير، فبراير من العام القادم 2023 ميلاديه. وكل عام وانت بخير مقدما السابع بن ناصر. شكرا لكم على هذه الاضاءه، والاضاءه بالذات على الاستعدادات لاعلان عن ان شاء الله تنفيذ هذا المهرجان في بإذن الشهر الله. القادم. شكرا بإذن الله. شكرا استاذ عبد الناصر. شكرا بارك.